بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أيها الأحباب الكرام لقاء أخر من لقاءات خذ الحق والتحقيق تتشرف فيه زاوية الشيخ سيد محمد بلقايد أن تستضيف علما من أعلام العالم الإسلامي ذلكم العلامة الشهير والداعية الإسلامي الكبير رئيس جامعة الأزهار سابقا فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم فأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور لنا جميل الشرف وكبيره أن نجالسكم في هذه الحلقة من حلقات خذ الحق والتحقيق والزاوية كلها تتشرف باستقبالكم على هامش الملتقى السابع لسلسلة الدروس المحمدية فضيلة الدكتور لديننا الإسلامي الحنيف خصائص عدة يمتاز بها عن باقي الديانات ومن أعظم الخصائص التي يتميز بها عن سابق سابقه من الديانات خاصية العالمية فما أحوجنا وخاصة في هذا الوقت أن نعرف نحن المسلمين خاصة وغيرنا من غير المسلمين بعض مظاهر عالمية هذا الدين الحنيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم ان ديننا الاسلام دين عالمي ولهذه العالميه وهي من خصوصيات هذا الدين انها تتجلى في الرساله التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم فهي رساله عالميه لا تختص بزمان دون زمان ولا بمكان دون مكان ولا بقوم دون قوم وانما هي للناس كافه للانس وللجن للشرق وللغرب لكل الكائنات والموجوديات والموجودين كما انها ايضا تتجلى هذه المظاهر ايضا في الرسول المبعوث والمرسل وهو سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث ارسله الله للناس كافه وارسله الله رحمه للعالمين فحين تحدث القران الكريم عن الرسل السابقين والى عاد اخاهم هودا والى ثمود اخاهم صالحا والى مدينه اخاهم شعيبا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اما بالنسبة لسيدنا محمد فقال له رب العزة: وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فكما ان رسالته عامة هو مرسل للناس عامة. ومن هذه المظاهر ايضا الدستور السماوي الذي انزل عليه الا وهو القران الكريم فهو ايضا عالمي كما قال رب العزه ان هو الا ذكر للعالمين وهكذا تتجلى لنا مظاهر عالميه الاسلام في الرساله التي بعث بها ليخرج الناس من الظلمات الى النور وهي ليست رساله خاصه بقوم دون قوم او جنس دون جنس او مكان دون مكان او زمان دون زمان بل هي لكافه الناس وعبر كل الازمنه الى ان تقوم الساعه فلا يمكن ان تاتي رساله بعد هذه الرساله كما انه لا يمكن ان يكون هناك رسول بعد هذا الرسول لان الله سبحانه وتعالى ختم به الانبياء والمرسلين لان عالميه رسالته مستمره الى ان يقوم الناس لرب العالمين ولذلك تحدث عن هذا حين قال وكان كل نبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس كافه وبين في حديث اخر مثلي ومثل الانبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فاجمله واحسنه الا موضع لبنه في زاويه من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنه فأنا اللبنه وأنا خاتم النبيين فمعنى وأنا خاتم النبيين أي أن الله ختم به الرسل والأنبياء فلا نبي بعده كما جاء في حديث آخر قال فيه عليه الصلاة والسلام أنا العاقب فلا نبي بعدي فكل من ادعى النبوة بعده كبعض الفرق التي طفت على سطح الحياه وبعض الناس منذ قديم الزمان منذ مسيلمه وسجاح والفرق التي تظهر الان بين فينه واخرى كالقديانيه والبهائيه كل هذه فرق ضاله وكل من ادعى النبوه او الرساله بعد خاتم الأنبياء والمرسلين فهو كذاب دجال ضال مضل تنبأ الرسول صلى الله عليه وسلم بما سيظهر بعده من هؤلاء الأدعية حيث قال عليه الصلاة والسلام: سيكون كذابون دجالون قريبا من ثلاثين كلهم يزعم انه نبي حتى تعي امته ما سيظهر في مستقبل الحياه وحتى تكون على يقين بانه لا نبي بعده لا رساله بعد رسالته لا كتاب سماوي بعد القران الذي انزل لانه عالمي الرساله فعالميه الرساله جاءت بها رساله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للناس كافه ما دام لا يوجد رسول بعده يعني على سبيل المثال كان الرسل السابقون اذا انتقل الرسول منهم الى الرفيق الاعلى تنتهي رسالته ثم تاتي رساله جديده لاحقه فتنسخ الرساله السابقه وهكذا وهكذا حتى جاء خاتم الانبياء والمرسلين فليس بعده رسول ينسخ رسالته بل رسالته عامه وخالده وباقيه الى يوم القيامه ولكن لنا ان نتساءل اذا كانت رسالته عالميه وخالده الى يوم القيامه وقد لحق بالرفيق الاعلى، ومن شأن الرسل السابقين أن يبقى الرسول، فإذا لحق بالرفيق الأعلى جاء بعده رسول آخر، لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس بعده رسول، وليس بعد رسالته رسالة، وقد لحق بالرفيق الأعلى، هنا تقوم أمته مقامه في تبليغ الرسالة. ويكون علماء امته ورثه الانبياء كما قال عليه الصلاه والسلام العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فحيث لحق بالرفيق الاعلى وحيث ان رسالته خالده الى يوم الدين من الذي سيقوم بهذه الرساله هذه الامه وعلماء هذه الامه يقومون مقام رسولهم في تبليغ كلمه الحق ولذلك منحت هذه الامه خيريه على الامم السابقه حيث قال رب العزه كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله جميع الرسل السابقين والشرائع والرسالات السابقه كانت مهمه كل رسول ان يدعو قومه وان يهديهم لان يؤمنوا بالله الواحد وان يعبدوه هذه هي المهمه فقط أما هذه الأمة فلها مهمتان المهمة التي يقوم بها السابقون تبليغ دعوة التوحيد ودعوة الناس للعبادة ثانيا أن يقوموا هم برسالة رسولهم من بعدهم دعوة للناس بالأمر بالمعروف والنهي عن فضيلتكم بعد هذا الايضاح الجليل اذا ليس لشان الامه ان تفتخر بعالميه هذا الدين دون ان تخدم هذه العالميه فلعل لعلنا نقول او نفتخر في المجالس بان ديننا عالمي ثم نتقاعس عن خدمه هذه العالميه هذا يستوجب علينا ان نقوم بالمهمه التي كلفنا رب العزه بها هذه المهمه هي ان نؤدي وان نحمل هذه الرساله الى جميع اهل الارض الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان رسالته عامه وخالده الى ان يقوم الناس لرب العالمين فيقول والذي نفس محمد بيدي لا يسمع بي احد من اهل الكتاب ثم لا يؤمن بما انزل علي الا كان من اهل النار واذا كانت هذه الرساله عالميه لكل الخلائق الموجودين على ظهر الارض الان فان واجبنا أن نبلغها إياهم وواجب العلماء والدعاة والمصلحين والمؤسسات الدينية أن يقوموا بمهمة رسولهم من بعده لتبليغ هذه الرسالة لأنها ليست مقصورة على الشرق ولا الغرب ولا بل لكل من على ظهر الأرض فكان واجبا على المؤسسات الدينيه والمسؤولين ان يحملوها الى كل الناس وان يبلغوها يعني كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول عليه الصلاه والسلام لان رسالته عالميه كان يبعث بالكتب الى ملوك الارض ويدعوهم الى الاسلام وساختار لفضيلتكم نموذجا من نماذج هذه الكتب التي تدل على عالميه الاسلام وهو الكتاب الذي ارسله الى هرقل عظيم الروم يدعوه الى الاسلام وارسل الى كسرى كتابا يدعوه الى الاسلام فمزقه فمزق الله ملكه بما دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هرقل لما جاءه الكتاب كان رجلا عاقلا وحصيفا وعلم ان جماعه قريبين من هذا الرسول الذي يدعوه الى الاسلام نزلوا بالشام في المده التي ماد فيها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش في صلح الحديبيه. وفيهم ابو سفيان فطلبهم قبل ان يفتح الكتاب وقبل ان يعلم ما فيه قال احضروهم فحضروا فسالهم هرقل عن طريق الترجمان قال لهم ايكم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يقول انه نبي فقال ابو سفيان انا فقال قربوه واجعلوا أصحابه عند ظهره فإني سائله فإن كذبني فكذبوه لماذا جعلهم خلف ظهره لأن الإنسان عندما يواجه آخر بالكذب في وجهه قد يكون هناك نوع حياء لكن عندما لا ينظر إليه ويكون خلف ظهره لا يجد حياء في أن يكذبه إذا كذب قال إني سائله فإن كذبني فكذبوه فكانت الأسئلة التي وجهها إلي قال له كيف نسبه فيكم يسأل عن نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال هو فينا ذو نسب قال هل قال هذا القول أحد قبله قالوا لا قال هل كان في ابائه من ملك قال لا قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال قال لا قال اشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال ايزيدون ام ينقصون قال يزيدون قال هل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه قال لا قال وهل حاربتموه قال نعم قال كيف كان حربكم معه قال الحرب سجال ينال منا وننال منه قال بماذا يامركم قال يامرنا ان نعبد الله ولا نشرك به شيئا وامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله هرقل لانه رجل حصيف بدا يستنبط من الاسئله والاجوبه استنتاجات. فقال الاتي: قال سالتك عن نسبه فذكرت انه فيكم ذو نسب وكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسالتك: هل قال هذا القول احد قبله؟ فذكرت ان لا، فقلت لو كان احد قال هذا القول قبله لقلت رجل ياتسي بقول لا قبله. وسالتك هل كان في آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل قام يطلب ملك أبيه وسألتك هل يكذب فذكرت أن لا فقلت ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على رب الناس وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم اتباع الرسل وسالتك هل يزيدون ام ينقصون فذكرت انهم يزيدون وكذلك الايمان حين يتم وسالتك هل يرتد احد منهم سخطه لدينه بعد ان يدخل فيه فذكرت ان لا فقلت كذلك الايمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك بماذا يأمركم فذكرت انه يأمركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وامركم بالصلاه والصدق والعفاف والصلاه ثلاث مجموعات من الاسئله المجموعه الاولى تتصل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم نسبه هل قال هذا القول هل كان في ابي م والمجموعه الثانيه عن الذين اتبعوه الضعفاء يزيدون ام ينقصون الى اخره والمجموعه الثالثه عن دعوته ورسالته التي يدعو الناس بها انظر الى هرقل عظيم الروم اكبر ملوك الغرب في وقته يسجل القرار النهائي والنتيجه بعد الاسئله والاجوبه يقول كان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي أكبر عظماء ملوك الروم يتمنى أن يكون خادما تحت أقدام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفا بهذا الدين ثم فتح الكتاب بعد أن استوسك من أسئلة وجربة وقرأ كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنهم مسلمون هذا نموذج من نماذج الكتب العالمية التي كان يراسل بها ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام فهل اقتدينا نحن المسلمين أن اليوم ومؤسسات الاسلام في ربوع عالمنا وقد اصبحت الان وزارات دينيه وشؤون اسلاميه ووزارات اوقاف ووسائل اعلام وشبكات معلومات دوليه اين نحن من هذه الرساله العالميه؟ انا ارى ان العالم الاسلامي ما زال مقصرا رغم التقدم التكنولوجي الذي حدث فيه. بارك الله فيكم مولانا على هذا الايضاح وهذه القصه الجليله يا ريت لو خدم العالم الاسلامي هذه القصه فحسب وترجمت الى لغات العالم ونشرت لكانت كافيه ايما اكتفاء في الدلاله على عالميه هذا الدين الاسلامي حفظكم الله فضيله الدكتور قبل ان نختم هذه الجلسه المباركه وان كنا نود ان نستزيد من علمكم الكريم كلمة مختصرة من وصاياكم للعالم الاسلامي جميعا وللعلماء خاصة ولكل من كان في ميدان الدعوة والدلالة الى الله. أوصي عالمنا الاسلامي حكاما ومحكومين، أمما وشعوبا، أفرادا وجماعات أن يقوموا بإعداد مؤتمر عالمي اسلامي. لعلماء هذه الامه لانهم منارات العالم وهداه الدول ليقولوا كلمه الحق وليضعوا المنهاج الذي ندعو المسلمين وندعو العالم الى الاسلام به على المنهج الذي امر به القران ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كما أوصي أيضا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يوحدوا صفوفهم وأن يجمعوا كلمتهم حتى يحققوا خيريتهم على ظهر الأرض أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر الدكتور على هذه الوصايا الجليلة التي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تجد قلوبا واعية وتجد ميدانا خصبا لنراها ان شاء الله تعالى مجسده على الواقع. كنتم ايها الاحباب وكنا معكم في حصه من حصص خذ الحق والتحقيق مع فضيله الاستاذ الدكتور احمد عمر هاشم حفظه الله تعالى وابقاه للامه الاسلاميه جمعا ذخرا. نسأل الله الكريم بجه النبي العظيم أن يجمعنا به في لقاءات أخرى إن شاء الله تعالى وأن ينفع به الإسلام والمسلمين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته thank mm -hmm. you